السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانك. طبعا اليوم نلعب بالشامبيون تيمو، عم نحاول نجيب الاس جريد لنطور البادج او الشيء اللي ما بعرف شو هو، وبنفس الوقت عم بيصير معنا شوية فعاليات. استعدوا لحلقة ان شاء الله تكون كثير قوية. راجعين. طيب بهالحلقه طبعا كنت قلنا عم لعب بالشامبيون تيمو، لاني انا صار لي سنه مو لعبان اللعبه. هلا عم بعمل البليسمنت تبع مباريات الرانك، عم حاول اني اتخصص بشامبيون على الاقل عشان يكون مستواي مقبول. مباراه عن مباراه مستواي، يعني بتذكر الاخطاء وبتذكر الشغلات. مباراتنا في ضدنا هالمره خصم كتير ممكن يكون غريب، اللي هو فلاديمير بالتوب. فلاديمير التوب هو واحد من الكاونترات القوية كتير على تيمو، لأنه بيقدر يضل يسحب طاقة ويضل لفترة طويلة. طبعا بدك تتعامل معه على انك انت تقريبا تانك، تقريبا تانك لغاية ما تلاقي يصير في وقت معين تصير تقدر تقلب الموازين. طبعا نركز على موضوع انه تيمو شامبيون له ميزاته له سيئاته، بس بتشوفه بالمعارك الكبيرة إذا فريق الخصم دخل على الألتيات تبع تيمو خلاص خلاص الفريق اتدمر فعليا. مين في عنا شامبيونات بهالمباراة؟ في عنا أنا تيمو، في عنا جنجل خازكس، في عنا سندرا الميد، وفي عنا دريفن مع بليتز بوت لين. أما بالنسبة لفريق الخصم في عندهم فلاديمير توب، عندهم ووكونج جنجل كالي ميد لوشن مع سبورت موندو. إذا فريق غريب فريق الخصم، وفريقنا بيعتمد على نعمل سنايب لواحد، نلقط واحد، بليتز لقط واحد، أنا لقط واحد بألتي، قلت طاقتهم، أخذنا واحد، صفينا 5-4، ربحنا المباراة، أول معركة جماعية. طبعا الشيء الثاني بدي اقوله، اليوم ما حطيت لكم اللودينج او شو صار لما اخترنا الشامبيونات وكذا، قلت لحالي يلا خلص حاجه عملناها كم حلقه عم تاخذ وقت كتير، وقلت لكم ما فينا نقطع بحلقه ليج اوف ليجند، هي بدها تكون شقفه واحده كامله، مشان ما بحب ابدا يعني العالم تفكر اني انا قطعت لاني انا لعبت ما منيح. العكس، بدي اللي ما بيعرف يلعب او اللي في كل الاحوال يشوف كل شيء صار بالمباراه، كل خطا، حتى يمكن هلا يكون في خطا اني انا ما عرفت مثلا اخذ السي اس او خصمي او الاخره. اذا هلا المباراه شغاله، لا ما طلعت، ما طلعت الضربه، ما اخذنا السي اس. طيب عرفتوا هلا وين المشكله؟ فلاديمير بضربه بيعوضها بكيو، بس نشوف لأيمتى حيضل عم بيقدر يعوض. حلو، هلا ضربه. حلو، استعمل كيو. شو معه؟ مع التليبورت. شايفين الصعوبة ضد فلاد شو هي؟ ما فيك تضغطه فعليا، كل شي بتروح له برجع بيرجع. يلا خليه يدفو شوي، قرب يا فلاد. فلاد شاري نفس ايتماتي فعليا بالبداية. لا 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 لا، عدم تقدير، عدم تقدير، روح النسي الساي. مهمة مهمة، قرب قرب، مهمة اللي هي المنجنيقة مثل ما أنا بسميها. في ناس سألوني كيف نلعب ليج اوف ليجند، وين رابط الليج اوف ليجند؟ على الاباوت تبع الشانل، على حول الشانل في كبسة اسمها العب ليج اوف ليجند، يعني موجودة، روح على الشانل شوفها، قناة الوان جن جن وان.
بحاول اعملنا جانك شكله وكونغ، عشان هيك هعمل حركة انا. اعمل له حركات. نضغط ضغط خفيف. فرصة بلاد لفريقنا وهذا الشيء ممتاز. حلو. الجنجل تبعنا. كلات كثير بالمباراة يا شباب، كلات كثير. أكالي هي اللي أخذت الكل من فريق الخصم حاليا. حط واحدة هون. ما بعرف ليش حاسس إذا بده يجي جانك بده يجي من فوق، هيك حاسس، عندي شعور، مو دائما الشعور بيزبط بس هاد شعوري الحالي. علي فلاد. يلا تفوش تفوش ريحني تفوش ريحني، لاني تعبان حاليا، وضع تعبان. هو طاقته كاملة حتصير. اخذنا على هاي المهمة. فات انا ضربته ما لاحظته. عنده كمان التي هو هلأ. حطيت إشارة عليه إنه دافش كتير. طبعا ذكائه إنه هو عم بيدفش كتير مشان ما يخليني أعمل فار. بهرب، بيطلع فلاش لهون. ووكونج بيقتلني. قتلت ووكونج، مات ووكونج بس ما أخذت عليه كيل. وهون في فلاديمير، حدا ممكن يجي يعمل له شي، ما بعرف. طبعا هروح على هذا البوت فلاديمير ليكو. طبعا يا شباب 2-1 توب لين، 2-1 توب لين، 2-1 توب لين. كيف بدنا نتعامل مع هذا الموضوع؟ اليوم جبت معي بيبسي عشان ما اموت من العطش. اكالي بقوة رهيبة. ميسينج بلاد. ايوه التور ما بيحبني بنوب. يا سلام يا سلام، روحت 2 يونت بدل ما اخذ الاثنين. ايوه جاب ايتم حلو، او ايتمات حلوه بالاحرى. بزعل اني انا استعملت عليه الاجنايت وبالتالي هلا مات عندي افضليه بالمعركه، انه لعوض الفرق الايتمات انه هو عنده تليبورت وانا عندي اجنايت ما عندي اياها القصه. لا مرة تانية هذا هون.
أخيرا خازكس قرر يجي يساعدنا. اذبحه، طاقته قليلة، المفروض تقدر له. أنا ليمتد. خازكس ما قدر يقتله. خازكس ما قدر يقتله دبل كيل. خازكس ما قدر يقتله دبل كيل. الوضع تعبان. فلاديمير صار كتير فد، كتير قوي، يعني هلأ صار بيقدر يشطبنا تشطيب، عشان هيك كتير بدنا نرفع المستوى نقدر نقتله. كتير معارض كمان حلوة. حلوة المشروم تبعي صابته هون، اللي كنت حاططها من الدورة اللي قبله. يمكن اقدر اقتله، يمكن 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 هلأ اقدر اقتله. يمكن 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 اخذنا الكل. اذا ردينا على بلا على فلاد بكل. نعم معي ريد، فينا ندفع شوي شوي، امورنا رجعت. شوي امورنا رجعت يا شباب. ما في بليج اوف ليجند، ما في تراجع، ما في استسلام، ما في انسحاب. ما لازم استهين، لازم استعمل لاست هيت اكثر من هيك. جافلات طور ايتمو. روح لهون ازعاج سريع، مع انه فلاد لسه هلا مطول. مثلا هون، مثلا هون، ما بتعرف هدول شو ممكن يفيدوا النص، ما بتعرف. كون جنجل جاي، كثير سيناريوهات ممكن تصير. هو خطرة شوي اني اروح عليه من هالجهة، خصوصا انه هو هلا شاري ومظبط اموره. ايوه ما حبيت ابنه، ما كب ما دعس على هاي. ليش ما يمشي الحال؟ انمي دبل كيل أكالي 6-0-1. استعمل الألتي علي. سبعة صفر واحد أكالي يا شباب. خفت من هي. حط هي خلي يشوفها معنا شو ما يقرب حاليا. حلو
ثمانية صفر واحد أكالي. لازم نلاقي لها حل، ناخد عليها أموال كتير. لازم نلاقي لها حل، ناخد عليها أموال كتير. طائلة، أموال طائلة. نعم حلو، خدنا لنا بف الوشو. انسحاب سريع 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 جدا جدا جدا. ما بعرف اقدر انسحب ولا لا. لو ما عندي البوت المطور مع دبليو ما بهرب. تذكرت انه اللعبة بتتحمل رفع بسيط بالصوت. هذا خلصناه و يعني بناخد واحدة من هدول بكل الأحوال حتفيدنا بعدين. طبعا اثنين توب، لم تلاحظوا انتو التوب، يعني اتوقع اللي عم بيشاهد عم يلاحظ التوب شو وضعه. الميت تبعنا 040 بينما الميت تبعهم 901. عن اوه ايه خدوا اكالي، واخيرا مات اكالي. بس للاسف اللي اخذ اكالي هو السبورت. طبعا معقول كمان بياخد البلو هاد؟ لا تعال انا باخد البلو. ولا بعدين نروح على الميد. صعب 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 صعب. ساعد الشباب. بليدز هات لك شي واحد. اذا اخذنا اسيست. بس ليش بليدز عم ياخذ كيلات؟ ليش هيك عم بيصير؟ بليدز هات لك شي واحد. يلا يا حبيبي. تاور ناخده. طبعا ناخده ماشي الحال. مش لا. اجت اكالي. ناخد الزاوية احسن. اكالي المرعبة. دريفن وضعه منيح. دريفن احسن واحد عنا. اكالي احسن واحدة عندهم. ما بعرف يعني شو حيصير. دريفن قتلته قتلته لفلاديمير، واخذت كمان ووكونج بطريقي بالسم. حطيت الاجنايت بتوقع بحل كان جيد ما كان سيء. 1600 هنشتري هذا الايتم ووضعناه عاد بالمباراة. نعم قدرنا نرجع بالمباراة، مو الفريق، عم بحكي عن حالي هالثانية قدرت ارجع بالمباراة لانه رجعت ايتماتي توازنت مع الوضع. نعم رجعت ايتماتي توازنت مع، حتى بالسكورات صرت انا 3-2 هو 2-2. يعني حتى بالسكورات سبقته لفلات، هو سابقني بالسي اس. خلص عدنا وعدنا، هلا صار فينا نعمل شيء بالمعارك. بس حاخذ بوشن وحده مثل ما بسميها بوشناي. طلع تفرش توب. لا اكالي ما تاخذ كلها. بس هلا ما خلص تمام. هلا ما عاد بدي شيء غير اني اتفرش توب، حاول اخذ الدور. للاسف مات الجنجل تبعنا شت داون.
بلاد هون. حطيت لهم إشارة إني أنا حاخذ التاور. تمام. جيت لعندي أكالي تنهي على حياتي، قلت لعب معه. تركتني وراحت، كأنه تركتني وراحت ولا إذا باخذ التاور. كالي اجت ولقيت انه ما لها مصلحة تتعامل معي مع انه هي كثير قوية، ما بعرف ليش، ما بعرف اللي صار، او قالوا لها فريقها تعي على النص. اوه طاقتها كثير قليلة، طاقتها كثير قليلة. بس هذا طمع اللي عم ساوي انا، هذا طمع. عم تكون تعمل تليبورت هون، تليبورت تليبورت ليك، عم تعمل تليبورت. يلا سحبته لهات، اخذنا الكل. شايفين السحبة ما احلاها، فكر انه بيقدر يقتلني، ما بعرف، ما بيطلعوا على طاقتي، مفكريني انه انا ما عندي طاقة، ما عندي ارمور، كانوا بيحاولوا يقتلوني اول حدا. خذوا التاور يلا. أنا ما يا تاور طلعت ب طلعت بفلاش بس ما كفى. حطيت التيمت تبعها، هياخد كيل، هياخد كيل، ما اخذ كل اكالي. طب تدعس على هي، تدعس على هي، حاسه حد دعس على هي. يلا 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 يلا، والله ما دعست عليك. والله مستمره بالهجوم رغم انه طاقتها كثير قليله يا حبيبي. خازكس فقط كل، بس ما بعرف اذا حيموت بالتي فلاد ولا لا، بتوقع بيف بيستحمل، بيستحمل استحمل ممتاز. قالتني متت بدون ما استعمل فلاش، ما كان احسن بكثير. جهزنا الامور، ما بعرف هلا شو بده يصير بهالمعركة القادمة. يعني ملاحظ انه ووكونغ عندهم دمجه ماله قليل، بنو وقت فات على الجماعية كثير عمل ضرر عالي، شيء لا يستهان فيه. اما بالنسبة لموندو بقى هو كل ماله عم بيصبح تانك اقوى فاقوى. سندرا لسه ما كثير، بركي على الوقت تتحسن. اذا راحوا على ما كنت منتبه. يا حرام ما عنده شيء والله، انطلق لهون. وين الكورنر لهون؟ ليكو
فريقه بيساعده، فريقه بيساعده. الزاوية غلط، أحسن هون. خلص فلاد، ايه ضربة حلوة. حرام سندرام تعاني المباراة. معلش حق، ما حنلومها كتير. البلو تبعهم راحت صح؟ اكيد راحت، شفته لانه نط عليها بقى اتوقع لساتها. حاتكت وكونغ فات مع ارتي، مات اثنين منهم. كان اللقطة جوا مثلا اتوقع. تاور فينا ناخده يا ترى؟ يا سلام يا سلام على السحب، يا سلام على السحب. ايس من عندي بالبويزن. الله الله الله، ناخذ انهبيتر. شفتوا السحب؟ لاحظتوا قديش هن مفكرين انه تيمو بيموت بسرعه؟ كله بيفوت عليه، كله بيحاول انه يقتل تيمو، ولكن صعب انك تموت يا تيمو، صعب انك تموت يا تيمو. والله وكونغ ذكي، قطع الطريق على اليونيتات. الالتيمات تبعتاتي كلها اشتغلت، بس انمي اخذ كلها كتير. ما قدرنا ناخذ هالتاور 1100، ما كفي. وانا كان رايي لو استنينا هالدفعة واخذنا هاد كان احسن. مات لوشن، طيب حنشتري هاد. وبدنا نشتري، مع اني كنت عم فكر اني مع اني كنت عم فكر بشكل كتير كبير وجدي اني جيب دمج، بس كله عم بيضربني، مشان هيك هكمل بهذا المشوار. صارت 3000 طاقتي. حط هاي للمستقبل، يعني في حال صار شي وخسرنا منيحة هاي. لا كتير سريع انقذ رفيقنا، رفيقنا شكله حيموت. لقطه باي، لازم يسلم. اذا قتلت رأس الحربة تبعهم، البقايا يعني من مين؟ لوشن طبعا، بس يعني اثنين عندهم ميتين. لازم ناخد تاور البيس بما انه دافشين هالدفشة وعنا سوبر يونت. اثنين ميتين، بطأني، حط التياتي. هلا بدا فلاش، بريفن تعال. واو لا بتت، غلطت غلطت، نعم غلطت. مات اني اخذ تاور، اخذته. خلاص 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 خلاص، موتي كانت مفيدة، موتي كانت مفيدة. معلش اخذنا التاور، انا مبسوط. هلا هذا ما عاد بدي اياه، وصار بدنا هاد، وبقي لنا 400 فقط لنجيب
الايتم كامل وطاقتي صار 3000. اشارة بارون بارون لا مات مات خزكس طمعا بالكل. اذا طمعه كتير كبير بالكلات صديقنا. خايف من المباراة، خايف انه يرجعوا فيها. نحن عندنا تقدم ما بننكر هذا الشيء، بس انا خايف انه يرجعوا فيها ويربحونا. إذا بيقدر يهرب منا ولا لا. مات عليه بويزن وارتي وانه القصة هذا كيل ايجنايت على هذا. مات كمان هاد كله طبعا بده يقتلني. ليك وطاقتي 3000 عم يضربوني انا التانك، انا التانك عم تضربوا التانك يا شباب. حطيت لهم هي الشارة تبعي انه انا التيمو اللي عندي هالبادج. يلا اعطينا 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 الوحدة بادج كمان. تحية للشباب، بس لسه ما تطورنا، نطوروا لهالبادج. اوه اشتغلت انهبيتر. لا 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 لا، المباراة ما انتهت، المباراة ما انتهت، المباراة ما انتهت، المباراة ما انتهت. محبين ليج اوف ليجند عم تطلبوا مني كتير ليج اوف ليجند، وانا ليك عم حاول نزل، بس لاحظوا يعني ما لسه ما عليها كتير تفاعل. سوا فينا نرجع نوقف اللعبة على رجليها. كل اللي بدكم تساووه انكم تعملوا لايك لهذا المقطع واشتراك بالقناة. ليك شو عم بيصير، شو عم بيصير، هي كل 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 اخذت الكل وانسحاب سريع، وهي التي انسحاب سريع انسحاب سريع. اخذت الكل، لا اخذها مني خزكس بصراحة، بس هو كان حيموت حيموت بالبويزن وخلصت المباراة. نعم، إذا مثل ما قلت 9 كيلات و10 اسيست، رقم منيح، عودة منيحة ضد هالكاونتر بلاد اللي واجهناه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة. مثل ما قلت لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وجرس إذا بدكم تشوفوا كل جديد. حتى في ناس عم تسألني عم تقولي ليش ما بتنزل ليج اوف ليجند؟ يا شباب منزل كثير ليج اوف ليجند منيح، يعني بهالاسبوعين صرت منزل كثير مقاطع ليج اوف ليجند رانك. يعني انتوا كنت في ناس عم يقولوا لي مره بالاسبوع نزلت اكثر من هيك، منيح. هل اخذنا شيء ولا ما اخذنا شيء؟ لا ما بتوقع، مستوانا كان كثير سيء بهي المباراه فقط، ولكن يعني شيء مقبول، شيء مقبول، ماشي الحال. بتمنى تكونوا استمتعتوا، بشوفكم قريبا ان شاء الله، ومع السلامه.